بينا لكم نتاع عبدو صمار مكالمة نتاعو مع تحكوت، وبينا لكم المكالمة هذا نتاع المدعو أنور مالك مع مدير صحيفة يتكلم على بيع وثائق عسكرية والأخذ بالعملة، وشفتوا العلاقات نتاعو مع المغرب كيفاه كانت كيفاه ولات. كان يدعي من أنه اخترق المخابرات المغربية، الآن راه يقضي في العطل تاعو في المغرب تحت أعين هذه المخابرات المغربية. الآن نجيب لكم حوشاشة قلبي كيفاش يتكلم مع طليبة هكذا. نعم الناس كل الحمد لله صوت مش مليح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مع ولد خليفة، كان صاحبي كنت نتواصل انا وياه ونحكي ونقصروا يحكي على طليبة، كان صاحبه كان يحكي النائب تاع البرلمان. راكم تشوفوا الصوره نتاعو، داير الصوره نتاعو مع القيد صالح، هو دايرها مانيش انا، يتفاخر على انه هذا طليبة صاحبه هذا اللي راهو الان في السجن. هو كان يطبل شاد بن دير يطبل العهده الرابعه مع بوتفليقه والسعيد والقيد صالح وكذا، انا كنت ضد مواقفي ثابته ثابته ما تغيرش. يتصل بي يقول يا بن زديرة انا قص شويه اختي، ما تبلش تهضر على الرئيس تهضر على السعيد، ما تجيش تهضر على ولد القايد، انا مرات نهضر على ولد القايد باسكو كانوا صحابي، وقال ما تهضرش على ولد القايد ما اصحابي وكذا، نقول له شوف طيبة شوف لا تحب نبقاو ناس ملاح الله يسهل لك في طريق صحابك، انا ما تدخلش روحك في خدمتي وفي مواقفي وفي قناعاتي، علاقتي بك احنا كاصدقاء اوكي، لكن جيت دخل في خدمتي تقول لي ما تكتبش على فلان ونحي فلان وما تهضرش على فلان، قلت له ما تدخلش روحك. شفتوا واش يهضر على عبدو صمار بن زديرة بالصوت وبالصوره، يقول باللي هو مش من نوع هذاك اللي تملي عليه انت واش يكتب وتقول له ما لازمش تدخل في اللي اسمه، هو يحترم هذا طليبة عنده علاقه معاه، هو النائب نتاع ولد خليفه، النائب نتاع البرلمان، نائب الرئيس نتاع البرلمان، اش بيه عنده علاقات مع ولاد القايد صالح وداير الصوره نتاع القايد صالح باش يهدد في القايد صالح. اسمعوا ان جيت نقدم له كما راكم تقولوا خدمه ونعاون فيه ونشيك له ونخلص عليه وكذا، هل نخلص عليه 2014 كي كان يطلب مني نوقف معاهم في العهده الرابعه، وقلت لي لا، وكل يوم يقول لي، قلت له طليبة حبس الموضوع الحمد لله يعني باش نعطيك الرسمي باش تعرف بلي اخوك. دوكا اسمعوا الوجه الاخر نتاع بن زديرة تاع التحت تحت، هذا تسريب ثاني كيف مانيش انا اللي خرجته ولا ادعي انا اللي خرجته، وانما تم تسريبه مثل ما راهم يسربوا في المكالمات الاخرى. هسمعوش الان دوك الان بن زديرة واحد اخرى هو اللي يخدم مع طليبة تحت لتحت، هو اللي كان يسرب له في معلومات على ولاة القايد صالح وعلى القايد صالح خائن الضمير. وقف معك يا دكدوك، انا شوف لو نزلته باش نعطي المهم الاخوة كاين بعض الكلمات باش نحذركم، كاين بعض الكلمات اللي راه اون فامي يستخدم الكتمان، كلمات كاين كلمات يتكلمهم هذاك كطليبة كلام طايح، لذلك نطلب من الاخوة اللي راكم في العائلات والله نعقب هذا المرسو ومن بعد نمروا الامور واحده اخرى، استخدموا الكتمان ولا ذيك اذا راكم في العائله ولا ذيك باش ما يقوليش واحد من بعدها داكش ما درت لنا حاجه ولا ذيك. اسمعوا واش يهضر هذا السعلوك هذا لك كيما يقول لك نجرحك ومن بعد الزواج باش نداوي، باش ما يقولوش وقف مع طليبة. ايوا انا لازم قرني وقف مع الحق، انا الاول واش كاين الزواج درك طليبة يقدر يجبد صاحب دعوته، ها عندك الفاكس روح دير لونكيت تجبد شكون اللي بعث. أيوة ها واش رايك ها دقدق ولا دقدق ها دقدق دقدق كبير ها كيفا بطل ولا لا ها هو بطل كبير ايه نستا شفت كيفا شفت الله بطل الله يعطيك الصحة ها هو زعيم كبير والله يستعرض بيك يا باش تشوف باش تخطر خطوة أخرى كي نقول لك ما تقلقش من جهتي أنايا فهمت أنا كي ندير حاجة ما نضركش مستحيل باش نضرك وما تقلقش من جهتي كي نقول لك حاجه ما نحيهاش عرف باللي راه فيها فايده فيها خير اي مالك على بالك مالا هاوليك صاحب دعوتك درك روح ريقلهم اي روح ريقلهم ربي يخليك الله يخليك زيد كذا هذيك ريقلوها انت من جهتك وانا من جهتي دوك اي زيد ريقل له نتاع اسمه كيما عبدو صمار كيما مع طحكوت هذيك زيد ريقلها له دير له ملف اونكيت هادو يعرفوا يديروا لي زونكيت هادو الاستقصائيين هادو الصحافه الاستقصائيه خبرجيه الصحافه الاستقصائيه
شفت الاستقصاء وجهه ولا مشتوش؟ ها هو الاستقصاء.